ولكن الله رحيم بعباده وعظيم فضله على خلقه، فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه. فمن تاب إلى الله رفع الله ما حل به وأكرمه بنعمه. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إن الذنوب والمعاصي هي السبب لكثير من الشرور ولكثير من الهموم والغموم، ولا يرتفع ذلك إلا بتوبة صادقة وبتوبة يقبل فيها العبد على خالقه. إن التوبة إلى الله شعار الصالحين، إن التوبة إلى الله شعار المخلصين، إن التوبة إلى الله هي شعار من اعترفوا بتقصيرهم واعترفوا بعظيم حاجتهم إلى خالقهم. إذا تاب العبد إلى الله رحمه، إذا تاب العبد إلى الله رفع الله ما حل به من الغم والهم والمحن والمصائب والفتن. إنها التوبة أيها المهموم، إنها التوبة أيها المغموم، إنها التوبة أيها المحزون، إنها التوبة يا صاحب الضيق والكرب، يا صاحب الوسوسة، إنها التوبة إلى الله. إنه عظيم الاستغفار والرجوع إلى الله، فهي من الأسباب العظيمة لرفع البلايا والرزايا والمحن والفتن والمصائب عن الأسر والبيوت والمجتمعات. فالعبد إذا تاب إلى الله رفع الله عنه الغم وأحل عليه الخير. الرجوع إلى الله من أسباب ذهاب همك وغمك، ومن أسباب إحلال النعم وذهاب النقم بتوبتك إلى الله وبرجوع إلى الله عز وجل. يا قاطع الصلاة تب إلى الله، احذر البقاء على المعصية والاستمرارية على ترك الطاعة والعبادة، احذر أن تستمر على ترك الطاعة، تب إلى الله وارجع إلى الله. يا أيها المؤذي للجيران تب إلى الله، لا تأمن عقوبة الله عليك. يا أيها العاصي لأبيه ولأمه تب إلى الله، لا تأمن عقوبة الله، لا تأمن عذاب الله، لا تأمن بطش ربك، إن بطش ربك لشديد. يا قاطع الأرحام تب إلى الله من فعلك هذا، لا تأمن أن يغير الله حالك وأن يغير الله سيرك. الخطبة العاشرة، الخطبة العاشرة من أسباب ذهاب الهموم والأحزان. خطبة لشيخنا الداعية وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديد بمسجد ذي النورين اليمن دمار. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد فتح لعباده باباً عظيماً يسلكه المخلصون ويقبل عليه المنيبون، وهو من أسباب ذهاب الهم والغم، ومن أسباب إحلال النعم وذهاب النقم، ألا وهو باب التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي من نعم الله على خلقه، ومن فضله وامتنانه على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه نعمة أكرم الله بها الناس، وهذا فضل أعطاه الله الناس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها المسلمون، رحم الله الحسن إذ كان يقول: ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فما ينزل بالعبد من الهم والغم والحزن، وما ينزل بالعبد من الضيق والكرب، فلها عوامل: إما ابتلاء من الله، وإما كما سمعت ما نزلت مصيبة إلا بذنب. ولكن الله رحيم بعباده وعظيم فضله على خلقه أن فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه. فمن تاب إلى الله رفع الله ما حل به وأكرمه بنعمه. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. والآيات التي أخبر الله فيها عن عظيم فضله على عباده بأن فتح لهم باب التوبة والإنابة وأخبرهم بعظيم فضله وكريم نعمه بما يدعو الناس إلى الإقبال عليه بتوبة صادقة منهم وبإنابة قويمة يقومون بها. أيها الناس عباد الله، إن الذنوب والمعاصي هي السبب لكثير من الشرور ولكثير من الهموم والغموم، ولا يرتفع ذلك إلا بتوبة صادقة وبتوبة يقبل فيها العبد على خالقه. إن التوبة إلى الله شعار الصالحين، إن التوبة إلى الله شعار المخلصين، إن التوبة إلى الله هي شعار من اعترفوا بتقصيرهم واعترفوا بعظيم حاجتهم إلى خالقهم. لقد قال بعض العلماء إن التوبة إلى الله هي أعظم طريق السالكين إلى الله عز وجل. إنها التوبة أيها الناس، إذا تاب العبد إلى الله رحمه، إذا تاب العبد إلى الله رفع الله ما حل به من الغم والهم والمحن والمصائب والفتن، فما تنزل بالناس النكبات وما تحل بالناس المصائب والمحن إلا بذنوب عملوها وعدم توبة إلى الله منهم. لقد كان خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. من هذا المتكلم؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: ورفعنا لك ذكرك. إنه رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكان فعله هذا زيادة في تضرعه وإنابته واعترافه لربه سبحانه وتعالى، اعترافه بكمال خالقه تعالى. إن الناس بحاجة أن يكونوا أعظم، لأنهم أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي والآثام. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم هذا العدد، فكيف بي وبك ونحن المقصرون ونحن المفرطون؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليك يا رسول الله. إن أصحاب المعاصي والآثام، إن أصحاب الذنوب هم أحوج إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه. رحم الله يحيى بن معاذ إذ كان يقول: إن من أسباب ترك الناس للتوبة هو طول الأمل. فكثير من الناس بينهم وبين التوبة مسافات طويلة لا يتذكرونها ولا يتوبون إلى الله في يومهم من ذنوبهم، كأنهم لم يعصوا الله طرفة عين، ما علموا أن أعينهم كثيرا ترتكب الذنوب، وأن أسماعهم ترتكب الذنوب، وأن ألسنتهم ترتكب الذنوب، وأن قلوبهم ترتكب الذنوب، وأن جوارحهم ترتكب الذنوب. فلو يعد الرجل منا في يومه وليلته كم تكلم بلسانه، فتارة كذب فيه، وتارة سب وشتم، وتارة تعامل بالغيبة والنميمة،
وتارة حلف الأيمان الكاذبة الفاجرة، وتارة تعامل بلسانه بالطعن في أعراض المسلمين. هذا عضو من الأعضاء، كم عليه من الذنوب، ولو نظر إلى قلبه كم من الحسد الذي يحمله قلبه، وهكذا من الحقد والبغضاء والكره للمسلمين، ولو نظر إلى نظره كم يتطلع إلى الحرام، وكم ينظر إلى الحرام، وكم يتطلع إلى بنات المسلمين، وكم يتطلع إلى أمور حرمها رب العالمين. وقل لي في أذنه كم تسمع من المحرمات، وكم تسمع من المنكرات، وقل لي في يده، وقل لي في قدمه، لو يفتش الواحد منا في يومه وليلته عن ذنوبه لضاق ضرعا. رحم الله بعض العلماء إذ كان يقول: لو كانت للذنوب رائحة ما بقي أحد بجانبنا. فالتوبة معاشر المسلمين باب عظيم ينبغي للآباء والأمهات وللشباب والشابات أن يسلكوا هذا الباب، وأن يدخلوه دخولا يعلوهم في ذلك قوة التوبة الصادقة فيما بينهم وبين الله. إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين عظيم فرح الله بتوبة عبده: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدها. فانظروا إذا ظل على الرجل شيء مما يحبه ويفرح به وينشرح صدره، فإذا وجده كيف سيفرح؟ لأنه وجد بغيته. هذا مخلوق، الله أكرم وأجل، الله أعظم وأعلى. إن تبت إليه فرح بتوبتك لا لحاجته إليك، فهو مستغن عنك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ولكن يفرح رحمة بك. انظروا إلى عظيم التوبة أيها المسلمون. فالتوبة مسلك عظيم ومسلك كبير ينبغي ألا نقصر فيه وألا نفرط فيه. لو نسأل أنفسنا أيها الناس: كم يتوب التائب إلى الله في أسبوعه وشهره؟ هل يقول الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه؟ هل يتوب إلى الله في يومه وليلته أكثر من كذا كذا من الاستغفار والتوبة، أم أنها تمر الأيام والشهور، بل لربما تمر السنون بالعبد ولا يوجد عنده توبة ولا استغفار، وكأنه عبد معصوم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ الله عز وجل يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا كعب رضي الله عنه وصاحباه لما تخلف عن رسول الله في غزوة من الغزوات، وهي غزوة تبوك، فتخلفوا عن ذلك بغير عذر صحيح. فلما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام ووقفوا بين يديه، جاء المنافقون يعتذرون عن الخروج، وأتوا بأعذار وحلفوا الأيمان أنهم كان عندهم عذر. أما كعب وصاحباه فوقفا بين يدي رسول الله وأخبراه أنه لم يكن لديهما أي عذر عن الخروج مع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتركهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله فيهم أمره، فاستمر تاركا لهم وهاجرا لهم لمدة 50 يوما. وبعدها ضاقت عليهم في هذه المدة الأرض بما رحبت، نزل الهم ونزل الغم وضاقت عليهم الأحوال وصاروا في ضيق شديد، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر لهم والصحابة يهجرونهم، ولم يتكلموا معهم في هذه المدة بكاملها، والشاهد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، إنه الهم والغم الذي حل
إنه ما نزل بهم من الغم وما حل بهم من الحزن وما نزل بهم من الضيق. فقال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إنها التوبة أيها المهموم، إنها التوبة أيها المغموم، إنها التوبة أيها المحزون، إنها التوبة يا صاحب الضيق والكرب، يا صاحب الوسوسة، إنها التوبة إلى الله. إنه عظيم الاستغفار والرجوع إلى الله، فهي من الأسباب العظيمة لرفع البلايا والرزايا والمحن والفتن والمصائب عن الأسر والبيوت والمجتمعات. فالتوبة التوبة أيها الناس، كم من أناس لا يعرفون باب التوبة الصادقة، إذا حلت بهم المحن والمصائب اتجهوا إلى أمور دنيوية ونسوا رجوعهم إلى الخالق جل وعلا بتوبة صادقة وبتوبة من قلوبهم تبين عظيم رجوعهم وعظيم صدقهم في رجوعهم إلى الله عز وجل. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله أيها الناس كريم عظيم، يتقبل توبة التائبين ورجوع المنيبين وإخلاص المخلصين الصادقين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فالله عز وجل استجاب ليونس عليه السلام، وقد سار في ذلكم الغم والكرب وهو في بطن الحوت، وهو في تلكم الظلمة، وفي ذلكم الموقف الحرج الصعب الشديد، وقد أصبح في ذلكم الموقف الذي يدل على عظيم قدرة الخالق تعالى وعظيم أمره سبحانه وتعالى. فقد أمر الحوت أن يلتقمه، فالتقمه الحوت فبقي في بطنه برهة من الزمن ووقتا وهو في بطن الحوت. انظروا أيها الناس إلى عظيم ما سيكون فيه من الكرب والضيق والشدة، وقد وصفه الله بالغم. فالله عز وجل لما أخبر عن يونس وهو ذنون إذ قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا أي من قومه فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه الاعتراف لله سبحانه وتعالى، إنها التوبة إلى الله أيها الناس، وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن لتعلموا عظيم فضل الله وكرمه على عباده، فالعبد إذا تاب إلى الله رفع الله عنه الغم وأحل عليه الخير. قال الله: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. انظروا إلى عظيم كرمه وإلى عظيم فضله تعالى، أكرمه بأن أرسله إلى هؤلاء القوم، وأرسله إلى هؤلاء القوم إلى 100,000 أو يزيدون، وأو هنا بمعنى بل، أي بل يزيدون على 100,000. فكان بما سمعت. إنه أيها الناس الرجوع إلى الله من أسباب ذهاب همك وغمك،
ومن أسباب إحلال النعم وذهاب النقم بتوبتك إلى الله وبرجوعك إلى الله عز وجل. إن أبانا آدم عليه السلام، تعرفون ما حصل له عند أن أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها؟ فأصبح بما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن حالة هذا النبي وهو أبو البشر عليه السلام، بعد أن أكل من الشجرة وذاق الشجرة فبدت لهما سوآتهما، هكذا يخبر تعالى عن هذا النبي كيف أكل من الشجرة فتساقط ما عليه من الملابس وغطى سوءته بورق الشجر، لكن تاب إلى الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فأهبط إلى الأرض وصار بمنزلة عالية، وصار أبا للبشر أجمع عليه الصلاة والسلام. لتعلموا ماذا تفعل التوبة أيها الناس وماذا يكرم الله التائبين، فليتب المسلم إلى ربه تعالى. يا قاطع الصلاة تب إلى الله، احذر البقاء على المعصية والاستمرارية على ترك الطاعة والعبادة، احذر أن تستمر على ترك الطاعة، تب إلى الله وارجع إلى الله. يا أيها المؤذي للجيران تب إلى الله، لا تأمن عقوبة الله عليك. يا أيها العاصي لأبيه ولأمه تب إلى الله، لا تأمن عقوبة الله، لا تأمن عذاب الله، لا تأمن بطش ربك، إن بطش ربك لشديد. يا قاطع الأرحام تب إلى الله من فعلك هذا، لا تأمن أن يغير الله حالك وأن يغير الله سيرك، تب إلى الله، عد إلى الله عز وجل. يا أيها المقبل على سماع المحرمات والمنكرات، يا أيها المتعامل بالظلم، يا أيها المتعامل بالغش في البيع وفي الشراء، تب إلى الله، عد إلى الله عز وجل، اقبل على الله بتوبة صادقة، احذر عقوبة الله، احذر أن يغير الله عليك الحال. إن الذنوب سبب لتغيير الحال من الحسن إلى السيء، إن الذنوب سبب لنيل العقوبات الإلهية للعبد، تب إلى الله. ومعلوم أن التوبة لا بد لها من شروط، من قام بها قبلت توبته، منها الندم على فعله، أما أن يفعل الذنب ويأتي بكلمة أستغفر الله وكفى ما يحصل الندم على هذا الذنب الذي ارتكبه ولا على هذه المعصية التي عملها، كيف يريد أن يقبل الله توبته؟ ومنها العزم أنه ما يعود إلى الذنب. كم من أناس يرتكبون الذنوب والمعاصي والآثام ثم يقول سأتوب ويرجع للذنب من جديد، اعزم على ألا تعود إلى الذنب، تب توبة نصوحة، تب توبة صادقة. ومنها إرجاع الحقوق إلى أهلها، ليست التوبة أن ترتكب الذنوب والمعاصي والآثام وتقول أستغفر الله وهي حقوق للناس، ارجع الحقوق إلى أهلها معاشر المسلمين، ارجع الحقوق إلى أهلها معاشر المسلمين. احذروا أيها الناس حقوق الآخرين، فهي والله دمار، فهي والله دمار حقوق الآخرين، التعدي على حقوق الآخرين، الظلم للآخرين، إنها تعتبر مسلك خطير يسلكه العبد، لا يأمن أن يغير الله حاله وأن يغير الله عقله وأن يعيش عيشة المهمومين المحزونين الذين عندهم الضيق والكرب. كم من أناس كانوا على مستوى رفيع في أمورهم ففجأة أصبحوا يجولون الشوارع، ذهبت عقولهم وأخذت عقولهم، هذه أمور بيد الله وأحوال بيد الله، الله عز وجل
غيور على عباده، وغيور على خلقه، وغيور على عباده جميعا. فلا تعرض نفسك، ارجع الحق إلى أهله، لا تأخذ مال يتيم ولا مال أرملة، ولا تمنع النساء من الميراث، ولا تمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم، ولا تظلم الآخرين، هذه حقوق خلق، حرم الله الظلم على نفسه. فاحذروا أيها الناس، من أخذ حقا لغيره، ارجع الحق إلى أهله، ارحم نفسك، ارحم نفسك، ارحم نفسك قبل أن يأتي يوم تريد أن تتوب بعد أن تحل عليك العقوبة. هذا أمر أنت بحاجة أن تستيقظ وأن تنتبه قبل إحلال العقوبات عليك وقبل نزول العقوبات عليك. فالله الله معاشر المسلمين، يا معشر الشباب، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي. احذروا قطع الصلاة، احذروا مشاهدة المحرمات والمنكرات، احذروا التطلع على أعراض المسلمين وعلى بنات المسلمين، احذروا التعرض لعقوبة الله. لا تغتروا بشبابكم فتقبلوا على المحرمات، لا تكن فتوة الشباب وقوة الشباب سبب للغفلة عندك، فلا تدري ما يعاقبك الله، لا تدري ما يعاقبك الله، ولا تدري ما يحل بك. فتدارك نفسك من الآن، استقم على دين الله، تب إلى الله، عد إلى الله، احرص على أن تكون شابا صادقا مع ربك بتوبة صادقة وبعبادة قويمة، إن أردت أن يرفع الله ما حل بك. أيها الناس عباد الله، وكما نكرر أن البلاء إذا نزل بالرجل ليس هذا دليل أنه صاحب ذنوب ومعاصي أو أنه وأنه، لا، قد يكون هذا ابتلاء من الله واختبار من الله للعبد. فلا تنظر إلى من ابتلي وتقول هذا عنده ذنوب ما تاب إلى الله، لا، قد يكون هذا ابتلاء من الله ليزيد في رفعة درجات العبد عند الله، وقد يكون العبد يرتكب الذنوب فيعاقبه الله. فالمهم احذر أنت وتجنب أنت، وجنب نفسك الاقتراب من الذنوب، واحرص على التوبة إلى الله، احرص على صدق التوبة والرجوع والإنابة والإخلاص والصدق مع الله، لتحظى بالخير والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم التوبة. اللهم تقبل توبة التائبين، اللهم تقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين ورجوع الراجعين إليك. اللهم تقبل توبتنا، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك من جميع المعاصي والآثام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مخلصا متقبلا، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.